بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله محاضرتنا اليوم وهي استكمال الـ RNA Enveloped Viruses، وكنا قد بدأنا بالحديث عن الكوكساكي فيروس، أحد أهم مسببات المينينجايتس في أو الفيرال المينينجايتس أو ما يعرف بالأسيبتيك مينينجايتس، هو والإيكو فيروس بالإضافة إلى المامبس فيروس قلنا قديما والآن أقل من ذي قبل بسبب وجود اللي هو الفاكسين. الكوكساكي فيروس ذكرنا أنه سمي على اسم المدينة اللي اكتشف فيها، وهي في مدينة في نيويورك كوكساكي. المرض بسببه الحقيقة أنه مجموعة من الأمراض سميناهم جروب A وجروب B، والتصنيف جروب A أو جروب B كان بناء على الأمراض اللي بيحدثها في الفئران، بيحدثها في الفئران. لكن الأمراض المذكورة أمامنا هنا في اللوحة هذه هي أمراض للإنسان، زي الهربنجينا وذلك، هي عبارة عن ماوث بليسترز اللي هي حويصلات بتكون موجودة في أو بثرات موجودة في الفم، وأكيوت هيموراجيك كونجكتيفايتس اللي هي التهاب ملتحمة العين النزفي، بالإضافة إلى المرض المعروف ومشهور اسمه هاند فوت أند ماوث ديزيز. بينما جروب بي بتسبب مجموعة من الأمراض، أهمها باليوروداينا اللي قلنا عنها، عبارة عن آلام في بين العضلات اللي موجودة في الريبس أو في الحجاب الحاجز، بالإضافة إلى مايوكاردايتس أند بيريكاردايتس. لكن اتفقنا انه كلاهما، هذول الامراض المميزه لكل واحد من الاثنين، لكن كلاهما بيسبب اللي هي الاسيبتيك مينينجايتس، فهي كومون ديزيز بين الاثنين. وانا ذكرت لسه قبل ثواني انه التصنيف بيتم عن طريق اللي هو الباثوجينيسيتي في الفئران. جروب A بتسبب مايوسايتس وفلاسيد باراليسيس which is rapidly fatal. fatal يعني قاتل، ورابيدلي معناها بشكل سريع. بينما جروب B causes generalized less severe lesions on the heart. طبعا myositis اللي هي التهابات في الأنسجة تبع عضلة القلب نفسها. جروب B قلنا بتسبب أقل حدة في عضلة القلب، لكن بتأثر على البنكرياس وعلى central nervous system، وبتعمل focal myositis. focal معناها إنه بشكل نقاط مركزة في أماكن مختلفة من عضلة القلب. اطلعوا على جروب A وجروب B السيروتايبس تبعتهم قديش. عندنا حوالي 24 سيروتايب من كوكساكي فيروس A، وحوالي 6 سيروتايبس من كوكساكي جروب B. السايز والستركتشر والتركيب الداخلي للفيروس يشبه بشكل كبير اللي هم البوليو فيروس، وهذا الكلام ايضا ينطبق على الايكو فيروس. لما ندرسه هنلاقي انه هو في الشكل بيشبه الى حد كبير البوليو فيروس. ليش؟ كلهم انتريك فيروس، انتريك فيروس. الان البوليو فيروس احنا قلنا انه بيعمل انفكشن فقط للهاير برايميتس. الهاير برايميتس منهم الانسان قلنا والقرود، تمام، او القرود العليا حتى مش القرود كلها. بينما الكوكساكي فيروس بيعمل انفكشن للممالز other than primates، يعني لكل او بيعمل ثدييات اخرى غير البرايميت، لان البرايميت اصلا هي ثدييات، فيضاف اليها ثدييات اخرى، يبقى هو اوسع في اللي هو الكفرج تبعت الهوست. الكوكساكي فيروس بينتقل عبر طريقين، فيكال اورال ترانسميشن لانه هو انتريك فيروس، لكن يعتقد انه الريسبيراتوري ايروسولز برضو تلعب دور في انتقال. التكاثر تبعه بيتم في الاوروفارينكس والانتستينال تراكت. ولو الجمله هذه حدا من اللي عندهم فوتو ميموري، ذاكرة ضوئية، هيتذكر من نفس الجملة ذكرناها لمين؟ للبوليو فيروس. They replicate in the oropharynx and the intestinal tract. ونفس الجملة أيضا اللي وراها كوكساكي فيروس بوليو فيروس infection occur worldwide primarily in summer and fall. برضو الجملة أو نفس العبارة. في ميل لقوا انه جروب A viruses تميل الى انها تعمل infection وين؟ في السكن والميوكاس ممبرين. بينما جروب B ملهاش تخصص، ممكن تعمل infection in other او in many several organs زي الهارت والبليورا والبنكرياس and liver. هاي بيعمل liver infection لكن ما حطناهوش مع مين؟ مع الهيباتيتس، لانه بيعمل infection ل other organs. كمان مرة بنأكد على حقيقة انه both group A and group B can affect the meninges and the motor neuron to cause paralysis. وهذا complication خطير جدا في الأسيبتيك مينينجايتس اللي احنا قلنا عنها دائما او معظم حالاتها بتكون self
ليميتد، يعني تشفى بدون اي كومبليكيشن، لكن ان في نسبه بسيطه جدا قد يتطور الامر الى اما باريسز اللي هو ارتخاء عضلات، او باراليسز او فلاسيد باراليسز على غرار البوليو مايلايتس. From their original site of replication in the oropharynx and gastrointestinal tract, they disseminate via the bloodstream. إذا dissemination من خلال فيريميا. الآن لاحظوا وملاحظة أرجو أنكم تكونوا لاحظتوها المرة الماضية في البوليو. في البوليو قلنا الإميونيتي ناتجة عن شغلتين، خاصة لما تكون natural infection أو الفاكسين live attenuated. ذكرنا أنه في live attenuated أو في natural في عندي IgA وفي عندي IgG، ولم أتحدث عن السيل ميدييتد إميونيتي، صح ولا مش صح؟ يعني ما أبرزناش كل مرة في الفيرال ديزيز بنقول سيل ميدييتد إميونيتي، لكن هنا هي هذه المرة وفي البوليو لم نتحدث عن سيل ميدييتد إميونيتي. تعرفين ليش؟ الضرر في البوليو وين؟ هل في تكاثر في الأمعاء ولا في تكاثر في سنترال نيرفو سيستم؟ فما دام في ستيج فيريميا، يعني الفيروس موجود في الدم، فالاي جي جي لو قدر يعمل نيوتراليزيشن انتهى الموضوع، ما في اي ضرر من هذا الفيروس. فكلاهما سواء كان في البوليو او هنا الاي جي جي بيلعب دور كبير. طب الاي جي اي قلنا بيلعب دور كبير ايضا في مين؟ في البوليو، ما قلناش انا في هذه الحاله. ليش في البوليو؟ فكده لما قلت عملت مناقشه ما بين اللايف والاتنيويتد والكيلد، لما قلت انه التنين بيحمو الشخص من الاصابة بالبوليو، اتفقنا عليها صح؟ اللي وراها على طول كان في جملة بتقول انه كان prevent transmission، الكيلد ما بيمنعش لترانزميشن، بينما اللايف اتنيويتد كان بيمنع لترانزميشن. السبب مين؟ وجود اي جي اي في اللايف، بس عدم وجوده في مين؟ في الكيلد فاكسين. اذا واضح انه الاي جي جي يلعب دورا مهما سواء كان في الكوكساكي فيروس او في البوليو فيروس. توضيح اكثر للديزيزز لجروب A كلهم ذكرناهم الصحيح، لكن تكرار محمود للتعلم. هيربانجينا is characterized by fever, sore throat and tender vesicle. tender معناها مؤلم، vesicles اللي هي الحويصلات اللي بتكون موجودة في الفم. in the oropharynx. المرض الثاني اللي قلنا لكم عنه hand, foot and mouth disease، وقلنا لكم فيه على غراره في animal disease اسمه foot and mouth disease، اللي اسمه الحمى القلاعية، حمى القلاعية باللغة العربية، بس هو بالانجليزي اسمه foot and mouth disease. طبعا هذا بيصيب الحيوانات، هذا بيصيب اللي هو الانسان. طبعا المشترك انه foot and mouth، وانا في foot and mouth مزبوط ولا لا؟ بس لانه الحيوانات احنا بنسميها hands كله foot ولا لا؟ فبالتالي احنا عندنا hand وfoot واللي هو الماوث. اللي ذكرناها على الالسريشن في الهيربانجينا بيكون منتشر في الايدين ومنتشر في الرجلين ومنتشر كمان ايضا في الفم. بينما جروب بي سبيسيفيك ديزيزز باليورودينا، وقلنا لكم ايش يعني باليورودينا، هي عباره عن الم في العضلات ما بين الاضلاع او في منطقه الحجاب الحاجز، بسموها ديفلز جريب، قبضه الشيطان، يعني وكانه الشيطان ضاغط على اللي هو صدر الانسان اللي هو المريض. في مايوكاردايتس وبيريكاردايتس، هذول برضه مرضين مهمين جدا في هذا الفيروس، لكن في خوف وخشيه دائما لما يكون المريض مصاب بجروب بي سبيسيفيك كوكساكي فيروس انه يتطور لحجم دايليتد كارديو مايوباثي. وهذه ايش معنى دايليتد؟ متوسع متمدده. كارديومايوباثي يعني عضلة القلب نفسها يصير فيها ايه؟ نوع من التمدد. هذه بنقدر نقول انه كومبليكيشن يخشى من حدوثها، لانها ستؤدي بالدرجة الاولى الى انه لابد من نقل قلب لهذا المريض. يعني القلب تبع عضلة القلب تصير ضعيفة جدا، وبالتالي لن تؤدي وظيفتها، لازم يكون في هذه الحالة استبدال للقلب. المرض الرابع في الفئران، بس هذا مدعاة انه نفكر كويس في الامراض اللي احنا اللي كنا بنفكرها يعني باسباب اخرى زي الديابيتس. الديابيتس ثبت انه هذا الفيروس بيعمل ديابيتس في الفئران،
وفي بعض الدراسات لمحت الى دور محتمل الى هذا الفيروس في الديابيتس تبع الاطفال اللي بسموها جوفينايل ديابيتس. وبالتالي هذا شكل اول بروف انه ممكن الديابيتس تكون كوزد باي فيرال انفكشن، ممكن يكون سبب من الاسباب لكن مش متاكدين احنا 100%. الكلينيكال فايندينج ما زلنا فيها، احنا كنا بنتكلم عن جروب A وجروب B، والان بنتكلم عن diseases caused by both group، يعني حاجه كومون بين التنتين. اول حاجه هنشوفها كومون ايش هي؟ aseptic meningitis، وقلنا mild paresis، وقلنا لكم paresis معناها ارتخاء في العضلات، بينما الاكيوت flaccid paralysis هو similar to mean to poliomyelitis، وهو شلل ارتخائي يشبه قلنا كمان مره شلل الاطفال. ايضا هناك امكانيه حدوث upper respiratory infection and minor febrile illness. ايش يعني febrile؟ يعني في ارتفاع في درجه الحراره، يعني سخونه، تمام؟ مرض فيه سخونه. With or without rash. عارفين شو يعني rash؟ كثير من الناس بعد الحراره، بعد ما بيرتفع حرارته ممكن يظهر عليه طفح جلد. كان also occur. اذا باختصار الجروب A والجروب B بيختلفوا عن بعض في الامراض، لكن في امراض او اعراض بالاحرى خلينا نسميها مشتركه بين الاثنين. اللاب دايجنوسيس بيتلخص في انه نعزل الفيروس في سيل كلتشر او نعزله في فئران بترضع، فئران يعني لسه صغيره، ها؟ ساكلينج مايس بسموها، هذه فئران صغيره. انتم فاكرين قبل شويه لما صار التصنيف، وين تم التصنيف؟ جروب A وجروب B على الامراض اللي تحدثها في الفئران. كمان في رايز ان تايتر اوف نيوتراليزنج انتي بوديز اللي هي الاي جي جي. لكن في فحص اهم من الاول والثاني وهو البي سي ار بيست تيست، وهو رابيد تيست. رابيد تيست يعني خلال ساعتين ونص زي ما احنا ذاكرين على اللوحه، ساعتين ونص بنكشف فيه عن الانترو فايرال ار ان اي في السباينال فلويد، وهذا يعني بيساعدنا جدا في تشخيص الاسيبتيك مينينجايتس كوز باي كوكساكي فيروس. كمان مرة أؤكد لكم أن هذه الفحوصات سهلة وميسرة وغير مكلفة، لكنها غير متوفرة لأنه فيش إرادة لتوفيرها من قبل إما العاملين في القطاع الصحي اللي هم الأطباء والتحاليل، أو أنه النظام الصحي لسه مش مؤمن بأنه لابد من توفير هذه الفحوصات بدل ما إرسالها. تخيلوا أنه لما تكون أنه عارفين أنه فيرال من البداية وعارفين إيش نوع الفيروس، بنكون مطمئنين للكونسيكونسز، مظبوط مش مظبوط؟ وبالتالي هذا بوفر علينا تكلفة كبيرة. للأسف لحد الآن هذا الكلام غير موجود. Treatment and prevention, there is neither antiviral drugs nor a vaccine available against these viruses. نتكلم عن 30 سيروتايب، 6 قديش قلنا 24 تقريبا من A و6 من B، فمجموعهم 30 سيروتايبس. No passive immunization is recommended، وهذا يعني انه تم تجريب اعطاء ميونوغلوبولين ولم تكن ذات فائده في تغيير الكورس تبع المرض او في تحسين الاوتكم تبعت اللي هي الديزيز. الفيروس الثاني اخوه ايكو فيروس، ما زلنا احنا في مين الان؟ في الانتريك فيروسز. قلنا الانتريك فيروس في عندنا بوليو وفي عندنا كوكساكي وعندنا الايكو وعندنا هيباتايتس اي، طبعا في غيرهم بس احنا مركزين على هذول المجموعه اكثر شيء. ايكو فيروس، الايكو ماخوذ الاربع احرف تبعته ماخوذه من اربع كلمات، انتريك حرف هذا، سايتوباثيك هيومن اورفان. اورفان معناها بنات يتيم، اورفان معناها يتيم. الان كلمه يتيم هنا المقصود فيها ايش يا بنات؟ انه اول ما عزل لم نجد له مرض محدد، يعني كنا نفكر انه مسكين فيروس بس ما بيعملش ايه امراض في حينها فسموه اورفان. الان من خصائصه انه هو انتريك، بيعمل سايتوباثيك افكت وبيعمل انفكشن لمين؟ للانسان، فسموه انتريك سايتوباثيك هيومن اورفان، وبعدين حنضم اسم طويل اختصرناه بايكو فيروس. الان لو سالتوا معظم الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال ايش يعني ايكو فيروس بيعرفش، لانه خلاص هو الايكو هو الاسم الاشهر زي اللقب لبعض الاحيان بيغلب على اللي هو الاسم الحقيقي. تخيلوا في يوم من الايام انكم، انا لي صديق
مثلا صديق بعرفه من 20 سنه او 30 سنه مره سالني عنه واحد بيقول لي كيف فلان باسمه الاول مين فلان فلان وكان بالفعل بصعوبه انه انا يعني لما ذكر اللقب بعدين انا تذكرت اللي هو بيتكلم عن مين. فهذه مشكله كبيره انه بعض الاحيان بالفعل اللقب او اسم الشهره بيغلب على الاسم الحقيقي. فالايكو هو الدارج، لكن في الامتحان مطلوب منكم تعرفوا صديقكم اللي هو الانتريك سايتوباثيك قلنا هيومن اورف. طيب causes a variety of diseases such as aseptic meningitis, upper respiratory tract infection, febrile illness with or without rash. بعمل infantile diarrhea. هذا الكلام شفناهوش في الكوكساكي فيروس، يعني هو بيشترك معه في كثير من الامور منها الفيبرايل إلنس اللي قلنا عنه قبل قليل اللي with or without rashes، لكن ما بيشتركش معه في الانفانتيل دياريا، بيتميز عنه في الانفانتيل دياريا، وبيشترك معه ايضا مرة تانية في مين؟ في الهيموراجيك كونجكتيفايتس. The structure of ecovirus is similar to that of other enteric virus or enterovirus. أكثر من 30 serotype have been isolated. In contrast to Coxsackie virus, they are not pathogenic to mice. يبقى بيختلف مع الكوكساكي فيروس بانه بيعملش انفكشن للمايس. Unlike polio virus, they do not cause diseases in monkeys. هذا متخصص فينا احنا اكثر ما هو متخصص في اشياء اخرى. عشان سمينا احنا انتريك وهيومن. They are transmitted by the fecal oral route and occur worldwide. The pathogenesis is similar to other enteric viruses. بتكاثروا وين؟ في الاوروفارينج وفي الانتستينال تراكت، بعدين بينتقلوا الى الدم ومن الدم بيروحوا الى other organs. The diagnosis is made by isolation of the virus in cell culture. السيرولوجي تقريبا عديم الفائده. عارفين ليش عديم الفائده؟ لانه السيرو تايبس تبعت الفيروس فيش فيها كومون انتيجين اقدر اكشف عنه، وبالتالي لازم اكشف عن قديش؟ عن 30. وهذا الامر يعني مش براكتيكال في اي سيرولوجيكال تيست، في اي سيرولوجيكال تيست. كمان ما فيش انتي فايرال ثيرابي وما في عندنا فاكسين متاح لهذا الفيروس. اذا انا بقدر اقول انه عندي بوليو، وعندي ايش كمان؟ عندي كوكساكي فيروس، وعندي ايكو فيروس. هذول من مشاهير اللي هم الانتريك فيروسز، لكن هم ليسوا الوحيدين. other enteroviruses عندي طبعا الانتيروفيروس اللي اكتشفت بعد ذلك صارت تعطى ارقام، فعندي 70 71 و72. البعض منها يعني لما انشهر كثير اعطينا اسم غير الرقم، زي مثلا الاخير هيباتايتس اي، هو كان اسمه زمان ايه؟ انتيروفيروس 72. طلع على 70 و71. انتيروفيروس 70 is the main cause of acute hemorrhagic conjunctivitis. كلهم التنين الاولانيين كانوا عاملين acute hemorrhagic conjunctivitis، وهي الانتيروفيروس 70 بيعمل acute hemorrhagic conjunctivitis. في هذا المرض complete recovery occurs، يعني بيحدث شفاء تام and there is no need for therapy لهذا الفيروس. الان الفيروس رقم 71 خطير الصحيح. Is one of the leading cause of viral central nervous system diseases including meningitis, encephalitis and paralysis. هذا الفيروس في يوم من الايام حياخد اسم، ايضا حياخد اسم، وحياخد اسم مشهور لانه بدا نجمه يلمع بشكل اكبر. ولما يكون central nervous system virus لازم ياخد له اسم كويس. الفيروس الذي يعني يؤرق الجميع، وكما ذكرت لكم في احد الكتب ذكر احد الكتاب ان البيت الانجليزي يتكون من رجل وامرأة وكلب وفيروس الرشح، طبعا وذكر كلمة شتيمة مع اللعين، لانه كلكم تعرفوا انه في العام الواحد قد يتعرض الانسان الشخص الواحد الى اكثر من نوبة من نوبات اللي هو مرض الرشح. طبعا اهم مسببات الرشح هو الراينو فيروس، طبعا قلنا في other viruses لكن هو الاكثر شهر. These viruses are the main cause of common cold. اكثر من 100 سيرو تايب، وهذا السبب ان احنا
بنمرض مرارا وتكرارا. ذكرنا في مقدمة المحاضرات انه الريبليكيشن تبعه بيتم على 33 درجة مئوية، لذلك هو they prefer the upper respiratory tract and they cannot infect the lower respiratory او الجاستريك tract لانه لابايل للأسد، sensitive للأسد تبع المعدة. The host range is limited to human and chimpanzees اللي هي القرود الشمبانزي والإنسان فقط لا غير. الترانسميشن هناك يعني معروف عنه انه في طريقتين للترانسميشن، واحدة بنسميها directly from person to person by skin contact او سلام او غيره، والثانية by respiratory aerosols. لكن هناك طريقة ثالثة يعتقد انها لا تقل أهمية عن اللي هو الطريقتين اللي احنا ذكرناهم. ايش الطريقة الثالثة هذه؟ اللي هي الاندايركت. تمام؟ الاندايركت هذا السيرفس اللي احنا قاعدين عليه هذا، كم واحد عطس مر جنبه وصار في نوع من الديبوزيشن الفيروس على السيرفس هذا. تذكروا هذا فيروس نون انفلوبد، يعني الاستابيلو تبعته عالي. تمام؟ الايروسول ملاش هو يعني لامس، المصافحه الحين كم واحد مرشح اليوم في الفصل. تمام؟ وبمسك كلينكس وفكر حاله انه ايه انه ما نزلش على ايديه اي من هذه السوائل، او عطس وغطى ايده وبعد شويه قد حدا سلم عليه فبسلم عليه فبينقل منه برضه من اللي هو الفيروس. لان المشكله اللي بقولها اندايركت انه من سيرفيسز او من هاندز بعدين لمين؟ finger to eye او to nose. طبعا انتم مستغربين من الكلمه finger to eye finger to nose، بس الحقيقه انه الفينجر تو اي واحده من الطرق العديده لنقل الامراض اللي من ضمنها الرشح والانفلونزا والاذر ايضا اي ديزيزز. وبالتالي لو الواحد اضطر انه يستخدم الاصابع للحكه في موضع هو مش غاسل ايديه لازم يعني يستخدم اما ورق فاين الكلينكس هذا، او انه بمكان اخر غير الاصابع. الاصابع هذول هم اللي بيمسكوا اللي هم الاسطح، وبالتالي هم الاكثر عرضه للتلوث ونقل هذا المرض. اذا اجونا عنها finger to eye او finger to nose. The common cold is reputed، كلمة reputed يعني سمعته، to be the most common human infection، هي الأكثر أو أكثر عدوى منتشرة بين البشر. Although data are difficult to obtain because it is not well defined or notifiable disease. ما حدش فينا لما بمرض بنرشح بروح على الطبيب، ولا بروح ولو احنا على الطبيب الدكتور بسجلش حالة وبوديها لوزارة الصحة بقول لهم والله عندي 10 حالات رشح. الديزيز مايلد وبالتالي هو مش نوتيفايبل. وانا ذكرت لكم ايش يعني نوتيفايبل، يعني ريبورت، يعني ريبورتابل، يعني انه انا لازم اعمل له ريبورتنج. لا مش من الريبورت، وبالتالي ما عنديش ارقام دقيقه، لكن من انتشار الواسع ومن ملاحظات الناس بدون دراسات السمعه اللي طالع على هذا الفيروس انه هو الاشهر او اكثر انتشارا بين البشر. شوفوا كم يوم دراسي وكم يوم عمل بيفقد في العالم سنويا، كم مليون، وانا مليون عمل لو انا غبت يوم انا بحسبوا لي يوم، لو غبنا 10 هاي 10 ايام في يوم واحد بنحسب. في السنه الواحده بيطلع لنا ملايين الايام، ملايين الايام غياب عن المدارس وعن العمل بسبب فيروس اللي هو الرشح. اذا هو برضه وان كان خفيف وسيلف ليميتد لكن اقتصاديا مؤذي جدا، وفي بعض الناس وانا منهم بعتبر فيروس الرشح من اسوأ الامراض اللي ممكن تمر عليها طول السنه، يعني لانه بيعمل جنرالايزد ويكنس، يعني ضعف عام في اللي هو الانسان وبيعكر المزاج بشكل كبير. الاوقات الاكثر يعني انتشارا فيها الفيروس هي غالبا الخريف بالاضافه الى الشتاء، فصل الشتاء. وطبعا ناقشنا قبل هيك احنا ليش فصل الشتاء بالذات، قلنا لكم لسببين، الكراودنس اغلاق الشبابيك، وايش كمان انه الاستابيليتي تاعت الفيروس بتكون اطول في درجات الحراره المنخفضه. The reason for this seasonal variation is unclear. احنا قلنا قبل شوي كنا بنتكلم على انه fall and winter، فبقولنا هو انا انه السبب في هذا
التغير الموسمي غير واضح. لأنه لما قلنا لكم احنا ليش في الشتاء جبت صرت تجيبوا أسباب مظبوط، وبعدين احنا ناقشنا السببين هذولا، فبالتالي قلنا انه علميا احنا مش عارفين بالضبط ايش اللي بيصير في الشتاء، لكن بنحاول نفسر. وزي ما ذكرنا لكم اهم نقطتين كانوا مين؟ crowding that occurs at schools for example، في المدارس بصير في عنا اللي هو الازدحام، وهذا الازدحام مع قلة التهوية هو اللي بيساهم في عملية الانتشار. طلع على هذه. A few serotypes of rhinoviruses are prevalent during one season only to be replaced by other serotypes during the following season. يعني لو قلنا لو انه الفصل هذا الرشح اللي موجود بلفلف بين الناس، ونفترض انه سيروتايب اكس واي او زد، السنة الجاية غالبا مش هم اللي بيكونوا موجودين. عارفين ليش؟ عارفين ليش؟ لانه احنا البابوليشن اللي السنة الماضية اصيبت الان صاروا اميونايزد لاكس اند واي اند زد، وكلمة اميونايزد يعني صار في عندي كم كبير من الناس لو دخل لهم الفيروس نفس الفيروس مش هيعمل انهم انفكشن، مش هينقلوا لمين؟ للاخرين، الهيرد او الكوميونتي اميونيتي. فبالتالي لازم يكون سلالة جديدة هي اللي تعمل الانفكشن. ممكن السلالات تبعت السنة هذه بعد 10 سنين بعد 8 سنين، لانه الان الاميونيتي ويند ضعفت الاميونيتي ضده، فممكن يعمل كده مرة سيركوليشن، لكن مش ناقصه هو انه يرجع لانه عنده قدرة على انه يتغير بشكل مستمر. ونحن نتكلم عن أكثر من 100 سيرو تايبس. The portal of entry of the virus is through the upper respiratory tract and infection is limited to that region. يعني في المنطقة العليا من respiratory tract. Rhinovirus rarely causes lower respiratory tract. This is probably because they grow poorly at 37 degrees. هذه أنا بتوقف عندها. لابد انه نفهم انه في فرق ما بين they prefer، ايش يعني prefer؟ يفضل. زي فاكرين كلمة minimum maximum optimum، الماكسيموم after which there is no growth، المينيموم below which there is no growth، الoptimum هو الماكسيموم growth، هو الافضل. الان لو ميلنا على مش انا بنقول 33 هي الافضل، لو طلعنا 34 اقل، 35 اقل، 36 اقل، 37 اقل، 38 اقل، لكن مش معناتها حكي انه ما فيش جروث، في جروث لكن بدرجة قلنا منخفضة. اذا هذا كلام انا بأكد لكم اياه عشان ما تنفوش امكانية انه الراينو فيروس ممكن يعمل lower respiratory tract. هتقولوا انه ما هي 37، قلت لكم انا الان انه 37 صحيح مش الاوبتيمم تمبريتشر، لكن التمبريتشر ات ويتش ذا فايروس ستيل كان صحيح بورلي جرو، بس اذا كان الاميون سيستم تلفان خالص يبقى بيقدر ينمو في هذا المكان ويعمل قلنا انفكشن، لكن هي الحاله قلنا كمان مره رير. اميونيتي از سيرو تايب سبيسيفيك اند از ا فانكشن اوف نيزل سيكريتوري اي جي اي راذر ذان هيومورال انتي بودي، لانه هو اصلا الفيروس وين بده يروح؟ وين المكان المفضل تبعه؟ الابر ريسبيراتوري في النزل كافيتي. اذا تكون اي جي اي ملائم له انتهى الموضوع. لكن المشكله انتهى الموضوع لسنجل سيرو طيب كل مره، يعني تخيل الانف قديش بده يحتوي على اي جي اي لانواع مختلفه من الميكرو اورجانيزمز، من ضمنها اللي هو 100 سيرو تايب لمين؟ لا الراينو فيروس. اذا هنا مش معتمدين لا على هيومورال انتي بودي ولا على سيل ميديتد اميونيتي، معتمدين فقط على الاي جي اي. وهذه انا يعني نستغل الفرصه وناكد على ان موضوع الاميونيتي في الفيرال ديزيزز بتختلف اختلاف جذري من فيروس الى اخر، قد تتشابه بعض الفيروسات لكن في الاخر الاستراتيجيات اللي بيحدث من خلالها المرض او بتحدث من خلال المناعة الحقيقة مختلفة تماما. اذكركم بالريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، لما قلنا لكم انه وجود اميونوجلوبولين ضعف من الاعراض،
زاد من حدة المرض، وخاصة لما أعطينا فاكسين. فاكرين لما أعطينا فاكسين قلنا لكم لما جربنا الكيلد فاكسين لقينا أن الكيلد فاكسين ساء حالة المرضى أكثر من اللي ما عندهم مش فاكسين. والسبب أنه البايندينج للأنتيبودي مع الفيروس عمل كومبليكس، عمل اكتيفيشن للكومبليمنت، عمل ديستركشن لللنج سيلز، جابت اللي هو الأذر إميون سيل وعملت اللي قلنا إميونولوجيكال ستور. إذن ومرة شفنا في البوليو انه النشاط الاساسي للاي جي اي والاي جي جي، في الكوكساكي فيروس للاي جي جي للاي جي جي قلنا مظبوط، هي عندنا هنا فقط لمين؟ للاي جي اي. اذا الاميونولوجي في الفيرولوجي بدنا نطلع عليه بشكل مختلف من فيروس الى فيروس اخر. الانكيبيشن بيريد از فيري شورت، من 2 ل 4 ايام. Sneezing, nasal discharge, إفرازات من الأنف, sore throat, احتقان في الحلق, cough and headache are common. لكن الحرارة الحقيقة، ارتفاع في الحرارة إذا وجد فبيكون very mild. يعني قديش حرارة حرارتنا 37؟ 37.5 ممكن تكون. أما أحد الفروقات الرئيسية بين الإنفلونزا والرشح إنه الرشح ما فيش فيه حرارة والإنفلونزا فيه حرارة. الإنفلونزا في آلام في المفاصل والعضلات، بينما الرشح فيش في آلام في المفاصل والعضلات. عشان المرشح بعطوهش عذر على الامتحان، بس الانفلوز ممكن يعطوه ولا بعطوهش كمان، أن أنا بعطوهش خلاص يبقى ما ترشحوش أنتم ولا تفلوزوا. إذن هذه الأعراض السريعة قلنا سنيزنج، العطس المتكرر، nasal discharge, sore throat, cough, headache are common symptoms. A chilly sensation may occur, يعني شعور بالبرد انسجعان يعني. But there are few other systemic symptoms. مش زي الانفلونزا. الانفلونزا في كتير systemic symptoms. The illness lasts about 1 week. رشا قديش بقول عندكم؟ من 3 أيام لا اسبوع. طبعا الحده تبعته بتكون within 48 hours، لا هو يعني الماكسيموم بيك تبعت الاعراض بتكون حوالي 48 ساعه، وبعد ذلك بضل اثاره، لكن it subsides gradually، وفي نهايه الاسبوع بالفعل بيكون تقريبا اختفى. لذلك اللي بده يسجل انه مريض لازم يعني يروح على طبيب في خلال فتره الايه، فتره الاعراض نفسها، او على مدرس تبعه عشان يعديه بالمرة هو الثاني. Note that other viruses such as coronavirus, adenovirus, influenza C virus, Coxsackie virus also causes the common cold syndrome. كم واحد صاروا؟ 1 2 3 4 بالإضافة إلى مين؟ إلى اللي هو الفيروس تبعنا، صاروا 5 فيروس. Lab diagnosis ممكن يعزل الفيروس في السيل كلتشر، لكن زي ما حكينا لكم نظرا لانه المرض بسيط وغالبا الناس ما بتشعرش بحاجه الى الذهاب الى الطبيب، وبالتالي موضوع الدياجنوسيس مش كتير معتمد على اللابوراتوري تيست اكتر ما معتمد على اللي هو الكلينيكال بيكتشر اللي احنا الاعراض اللي احنا ذكرناها. سيرولوجيكال تيست ار نوت دان، يعني ممكن نازل الفيروس بس الكلشن لكن بنعملهاش، وما فيش سيرولوجي، مش طيب سيرولوجي، وبالتالي قلنا الدياجنوسيس ده معتمد تماما على الكلينيكال بيكتشر. تريتمنت اند بريفنشن، نو سبيسيفيك انتي فايرال ثيرابي از افيلابل، ما فيش علاج كانتي فايروس، يعني كانتي فايروس هايش بعطوه كل لما تكونوا مرشحين. واضح حبيبي؟ ما انتوا بيقولوا مضاد حيوي، كلكم بتاخذوا مضاد حيوي اساسا، مظبوط؟ بوصفه طبيه ذاتيه من خلال التطبيب الذاتي. طبعا بعد الاسبوع العالمي للمضادات الحيويه ممنوع منعا باتا، ممنوع منعا باتا ناخذ مضادات حيويه بدون وصفه طبيه. Vaccines appear impractical because of the large number of serotypes. الا اذا يوم من الايام احد العلماء اكتشف له ايه؟ common antigen to all of these virus. إذا لقينا common antigen protective هذا بيكون حل للرشح في العالم، وأعتقد أنه حيكون إنجاز كبير إذا بنلاقي بالفعل مثل هذا.
الكومن انتيجين. الانفلونزا في هذا العام نزل خبر انه احتمال يصير عندنا فاكسين عام، لانه يعني في كليم بتقول انه العلماء وجدوا كومن انتيجين للانفلونزا وتز بروتكتيف، يعني بروتكتيف بمعنى انه لما يتكون له انتي بودي، الانتي بودي بيعمل نيوتراليزيشن للفيروس من خلال هذا الانتيجين اللي هو كومن لكل السلالات تبعت الانفلونزا. هذا بيكون برضو يعني بريك ثرو، اختراق طبي مهم جدا في القرن 21. بيبر تيشيو امبريجنيتد وذ، طلع هذا الان، هذه يمكن بتعرفوها شغلات هاي انتو تتعلموها. بيبر تيشيو، بيبر تيشيو هو الكلينكس يعني، امبريجنيتد وذ ا كومبينيشن اوف سيتريك اسيد. تعرفوا سيتريك اسيد ايش هو؟ حامض الليمون، حامض الليمون which inactivates rhino viruses. مش قلت لكم انا انه في عادة اصلا عند الناس انهم بنقطوا عصير ليمون او قطرة من عصير الليمون في الانف عشان يقتلوا اللي هو الفيروس. يبدو انه هاي كمان طريقة بلدية يعني بس اوروبية. which inactivates rhino virus and sodium lauryl sulfate limit transmission when used to remove viruses from fingers contaminated with respiratory secretions. يعني لو كان الواحد من عشان يمنع الانتقال للآخرين ممكن بالفعل يستخدم ورق فيه اللي هو قلنا سيتريك أسيد زائد الأس دي الصوديوم لوريت سلفيت. High doses of vitamin C. طبعا تعرفوا ان الوصفة اشرب فيتامين C او خد عصائر لانه فيها فيتامين C. والحقيقة انه يعني لا يوجد دليل حقيقي على انه فيتامين سي له علاقة بمحاربة اللي هو الفيروس، لكن درجة العادة وزي بعض الاشياء اللي خلينا نقول المعتقدات الخاطئة في الطب قد يكون هذا احدها. High doses of vitamin C have little ability to prevent rhinovirus induced cold. في لوزينجس، لوزينجس معناها الاقراص اللي بنمصها مص زي ايش يعني زي الستريبسيلز. تعرفوا الستريبسيلز اللي بتقول الحلق، هذه الاقراص هذه لانها مش كبسولات ومش هذه بسموها اقراص مص اللي هي لوزينجز. containing zinc gluconate are available for the treatment of the common cold but their efficacy remains unproved. برضو هي متاحه كنوع من الريميدي الشعبي اللي مقبول طبيا، تمام، زي كثير من الاعشاب اللي بحطوها بالصيدليات مقبوله طبيا لكن لسنا متأكدين، لا نستطيع أن نوصي بها من ناحية علمية. الفيروس الجميل اللي اسمه كاليسي فيروس. كاليسي فيروسز ار سمول سنجل ستراندد ار ان اي اوف بوزيتيف بولاريتي. وطبعا كلمة بوزيتيف بولاريتي تعطيكم إيحاء بأنه ما بيحتاجش إلى ار ان اي بوليميريز وبالتالي الجينوم تبعوش ماله بيكون انفكشس. Although they share those features of the bicornavirus family, calici viruses are distinguished from bicornavirus by having a larger genome. يبقى الجينوم تبعها اكبر من اللي هو البيكورنافيروس. كمان عندها distinctive spikes. Spikes فاكرين السبايكس؟ اوكي on the surface. مع انه هذول ايش مالهم؟ non enveloped. خذوا بالكم non enveloped. من الفيروسات اللي تابعة للكاليسي فيروس النورولك فيروس وهيباتايتس اي. لاحظوا هيباتايتس اي انتريك، هيباتايتس اي كاليسي فيروس، كاليسي فيروس. هيباتايتس بي دي ان اي فيروس. يبقى كل بالفعل هيباتايتس فيروس مختلفين. الهيباتايتس سي فلافي فيروس يعني مختلفين تماما في التصنيف لكن يشتركوا في قضية واحدة قلنا وهي اللي هي انه التارجت تبعهم هو الليفر. اذا نورولك وهيباتايتس اي فيروس هم تابعين لمجموعة اسمها كاليسي فيروس. نبدأ بالنورولك فيروس المحاضرة الجاية ان شاء الله. يعطيكم العافية.